لكن باش نحلوا بيز لاين ديبلوين اند ديفلوب خلينا نمشوا للتاك ثاني داتا ساينس هذاك باش تحلوه نعمل الكرسور هكا تستعملوا بليزيور لابو اللابوات ياخذوا نهارين شكله نهارين تخدموا عليهم صبيح وليل كي تكمل 5 لابو جوجل تبعث لك مريول نتاع جوجل تبعث لك ستيكرز تبعث لك برشا فازات حلوين اللي صار من بعد انه برشا عملت كملت والناس كملت برشا دونك طلعوا في النيفو اللي كمل 12 تراك هذا يتسمى تراك هذا يتسمى تراك هذا يتسمى تراك يربح جوجل هو مني اليوم باغ كونسيدونس مشيت لفناك شفت جوجل هوم ميني في تونس بيعوا فيه ب 300,000 قال لك هو يظل بالدولار خليته 34 دولار وحسيت رخيصه كي ربحت كي شفته في فناك في تونس 300,000 برجو لي برشا فلوس باي ذا واي اللي يحب يشري جوجل هوم ميني كان اللي عندي ما حاجتيش بيه اني واي ثم برشا دي كومبيتيسيون اخرين تربحوا منهم برشا حاجات كيما هكا اون فيت المفروض يبدا توا عندي دو جوجل هوم ميني من حكيت هذوما اللي كنت نحكي فيه هو اهم بوان في الداتا ساينس اما ما نصوركمش كنتو تشوفها من برسبكتيف اهم حاجه في الداتا ساينس هي تبربيش ديفلوبمون تنجم تمشي تيوتو تتعلم تعمل سيت ويب لون باركي لازمك برشا فلوس وهذا نحكي عن تجربه دونك اللي حاب يدخل لون باركي يحب يمانيبولي ميكانيك بالكتريك لازمو يشري ويصرف اللي يحب يعمل منارش شنو هذو من الاخرين موجودين في الاي تي يحب يعمل بزنس انتليجنس ينجم يتيلي شارجي لي لوجيسيال اللي يخدم بيه فالكونتر داتا ساينس هو دومين تاع التربيش اليوم تخدم على بروجي تاع فليحه غدوه تخدم على بروجي تاع فينانس بعد غدوه تخدم على بروجي تاع سبور ولازمك تجيب داتا ولازمك تعمل برشا حاجات دونك العبد اللي يحب حاجه تجي لي دي حاضر كيما في الديفلوبمون برشا حاجات اخرين باش يبذل مجهود مضاعف انه يدخل الحاجات هذوما ويشوفهم التشارت هذي استعملتها قبل مي بون نرجع لان طلعش ثم سؤال هلو is this recorded هاي دي اسي yeah it's recorded اوكي بون لان كدين طلعش ثم كيستيون غادي دو لما اوكي accept 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 هذا هو لينكدين زين اما المفروض تمشي الاكسبتاسيون اوكي تعدلت اكسلنت بيت شكون نحكي ولا نسيت شكون اوكي تشارت هذي استعملتها قبل وما جيتش الحق شارت خير منها وما الغريه اللي التشارت هذي اللي نشوفه فيها ماهيش كامله فيها برشا حاجات ناقصه باش نبدا بال الدومين والبزنس لانج طبعا نحن في دومين الاي تي اذا كان واحد يجي يحب يعمل بام بروجي داتا ساينس على لي دومين اي تي في الواحد معناها باش يشوف شنو اونتراند شنو الحاجات التكنولوجيا طالعه شنو الحاجات التكنولوجيا هابطه وي هذا من يدخل في الداتا ساينس وما تصورش الداتا ساينس هو ماشين ليرنينغ لا داتا ساينس هو باش يجيك مثلا عارفك ونقول لك اليوم لازم تلبس كاسكيت نتاع بزنس انتليجنس باش تعمل لي بزنس ديسيجن يقول لك نحن السوسيتي نتاعنا فيها مثلا 50 واحد يخدم في الاي تي شوف لي انا نعمل لي ديبارتمون اللي عملوا جود بيرفورمانس وانا نعمل لي ديبارتمون اللي عملوا باد بيرفورمانس كي بيجي يجيب اناليست عادي يمشي للاكسل يعمل تك تك يطلع له باي تشارت وما ادري شنو ويمدهم بار كونتر الداتا ساينتست باش يمشي يشوف الداتا نتاع كل ديبارتمون دونك نحن ناخذ ليكزامبل نتاع شركه نتاع اي تي باش يشوف مثلا انه جافا عمره ما يموت الدوت نت طالع دونك ماذا بيك تستثمر اكثر في الدوت نت والداتا ساينس طالع ما فهمش باش بروجي داتا ساينس سورتو في تونس دونك لنا باش يحاول يفهم دومين الاي تي في بلاد خاطر الاي تي تبدل من بلاصه لبلاصه ويتبدل زاده من تونس العاصمه لسوسه لسفاقس ويتبدل زاده من مناطق داخليه بالنسبه لي اصلا من منطقه داخليه ما فهمش اي تي اصلا معناها مانيش اصلا نحكي على داتا ساينس بار كونتر وجود الداتا ساينس في سوسة مثلا حسب ما شفت موجود اما ضعيف برشا كيف كيف في المستير كيف كيف في صفاقس ثم كيلكو ستارت اب مي الحضور ضعيف كوتي نومبر كوتي كاليتي ما نعرفش دونك ريتو الكلام اللي نحكي فيه هذا اسمه بزنس نوليدج دونك
انا نحكو اعطيتكم الاكزامبل انت شركه انت اي تي، كيف كيف اذا كان مش تعطوا سيرتيفيكاسيون جوجل راه باش يعطيكم دي سيناريو كيما هاك، دونك لي لابو هذوما ولي فورماسيون تاع دي سيرا التيميتلي يحضروا فيكم انكم تعطوا مثلا جوجل كلاود بروفيشنال ولا اسوشيت ولا جوجل كلاود داتا انجينير. دونك باش يعطيك دي سيناريو هاك، وغدوة يحكي لك على الفلاحة، خويا غدوة نحب لك تولي اكسبيرنت على الفلاحة. دونك لازم تولي تفهم ولا تجيب عبد يفهم ولا تجيب واحد في الكيب معاك. باهي. فيكو لابون تاع اليوم بوتيت اللي طاول شوي، مانيش باش نزيد ندخل أكثر في الديتاي، باش نحكي على هذوما شوي ومن بعد في وسط لابون نتعمقوا فيه. داتا ساينس كما كنا نحكوا مربوط بالاي تي، أنت خاطر الدومين تاع اي تي، مي ينجم عبد ماهوش في الاي تي يخدم في الدومين. لازم يتعلم شوية بروجراماسيون، يتعلم كيفاش يخدم باللوجيسيل ويلانسي روح. بيان سور في مات، ولا انا باش نجاوب السؤال اللي اغلب الناس يسالوه، اسكو نستحقوا مات ولا لا؟ لا انا ما نستحقوش مات، ولا اللي يحكي نستحقوا مات يوري في روحه. بار كونتر اللي يحب يتعمق في الداتا ساينس لازم مات. دونك هذه الديفيرونس، ما تنجم تخدم تولي سينيور في الداتا ساينس وما تمسش المات جمله. علاش؟ خاطر لي زوتي كل حاجه تراديشنال ريسيرش كيفاش تتعلم وتستخدم جوجل، راه برشا عباد تعرفش تستخدم جوجل. هذه بوان ديما نعاودها، ما تلوجوش بالفرنسي، ديما لوجو بالانجلي، لي ريسورس يخرجوكم بالفرنسي اغلبهم تم ترجمتهم اوتوماتيكمون من الانجلي. دونك حاولوا ديما تستخدموا الانجلي، الفرنسي عمره ما كان لغه علوم. الفرنسي نتاع باتيسري بارفان فازيت ماهوش تاع علوم، ماهوش تاع اي تي. ثم برشا فيكم تاو يحكيو اوكي، راك ثم برشا دي ماتيماتيسيان قويين في فرنسا خاطر فاكيت ما يقراو برشا تيوري، اي اوكي جود لاك، ما عملوا بها حتى شيء. جابوهم الامريكان عملوا بهم الفريم ورك لي لوجيسيال تاعو في الدنيا وفرنسا يبقاو اوكي. لان علاش نكريتيك في الشيء هذا، على خاطر كيف كون قريت في جامعه عموميه قبل ما ننتقل للدراسه في جامعه خاصه، ونعرف السيستم ما يحبو اللي هو سيستم حاب نسميه فرانكو تونيزيان. لي بلاتفورم ديدوكاسيون هذوما سون دي بلاتفورم انسبيري من لونسينيمون في لي بي سكانديناف. لان باش تقولوا بينكم بين رواحكم مش في بالنا اللي دي بلاتفورم امريكيه، هما في الامريكان الانسبيراسيون جاتهم من لي سكانديناف. دونك هذا التراديشنال ريسيرش اللي كنت نحكي فيه، هل الحمراء الغامقه شوي، لازم اي دومين يعطي يقول لك اي واحد تولي تفهم فيه. ريتكم المحامين في التلفزه يحكوا في كل شيء، يفهموا في كل شيء، راهو داتا ساينتست لازم يكون هكيك. وراي هذه ما تصير كان بالتراديشنال ريسيرش، لازم ديما تفرجوا في دي دوكيومنتير الا اذا كان تحبوا تولوا بريما في الدومين. مي تنجم تكونوا داتا ساينس عادي، يجيك عارف كي يطيش لك التاسك وعمل له خويا الكورب وكاهو. مي كل واحد شنو يختار. من بعد في نطلع الماشين ليرنينغ اون ديتاي. الوغ لنا باش ندخلو، وي باش ندخلو، باش ندخلو لل تراك نتاع داتا ساينس، باش ندخلو للساينتيفيك داتا بروسيسينغ. في الساينتيفيك داتا بروسيسينغ باش يعطيني برشا دي لابو، باش نختار لابو هذا بروسيسينغ داتا وذ كلاود داتا فلو. باهي، يقول قائل العباد اللي تعرف نجرب برشا الداتا فلو عنده برشا جوجل كلاود بلاتفورم عندها برشا دي سيرفيس. واحد من الناس عندي مشكله صغيره مش اني نذكر الاسامي كل واحده شنو تعمل. دونك الناس الملاح عامل ريزومي، ريزومي هذا كي نقرا منه شويه نذكر. باهي لان انا جي سي بي جوجل جي سي بي داتا بيكوي حاسب كما تراو لنا، لازمكم ديما تعملوا سكرين شوت وتعملوا ديبتيت نوت، هذوما يعاونوكم في انكم تحفظوا اسامي السيرفيس خاطر لازم يتحفظ. دونك فما دي فورماسيون مخلي لهم فيديو والدنيا الكل، فما دي فورماسيون مثلا كيما دايلوج فلو عملت قبل، فما السلايدز اللي شارك فيهم. دونك ديما خلوا تراس، اي حاجه تعملها خلي تراس خاطر الدومين متشعب برشا ولي سيرفيس متشعبين برشا، اما ماهوش صعب. باهي، شو ندخل وحده من لي نوت نتاعي، هذوما لي نوت اللي نخليهم باش نتبع عليهم.
انتم زادت هنا تعملوا نفس الحكايه باش تتذكروا اسامي السيرفيس. دونك في الكويك لابس العباد اللي باش تستخدموا بالمره ماذا بيكم تكملوا قبل الوقت لان لي بوان ما يتحسبوش، ومن بعد شنجيو لان كل تاسك عنده دي بوان. دونك لان عندي بيج كويري باش نحكيو شو هي البيج كويري، جوجل ستورج باكيت والكلاود داتا فلو. من قبل هكيك عندي امتي رزومي ماذا بيا نرجع ليه. ما نعرفش لنا جي سي بي غادي مش غادي جي سي بي سيرفيسز سبحان الله حاطه برا نسي. هي امتي تابلو يعمل رزومي حتى العبد شعمل سيرتيفيكاسيون ماذا بيه يعرف الحاجات هذوما. اون فيت خدمت لي قداش من شهر باش نرجم كل حاجة نكتب كلمتين نذاكر السيرفيس شنو يعمل. علاش؟ جيتو في السيرتيفيكاسيون يعطيك أسئلة يقولك مثلا شنو هي الفرق بين السيرفيس إكس والسيرفيس إيكغيك، وهما إكس وإيكغيك يخدموا في نفس الحاجة. دونك الفرق موجود في الديتاي في الدوكيومنتاسيون، دونك لازم تمشي تعرف الديتاي تقرا الدوكيومنتاسيون باش تعرف الديتاي. وهذه تنحكوا عليها زيد شوية. دونك نحن اليوم باش نحكوا عليهم هما البيكويري، باش نحكوا على الداتا فلو. اكزامبل بسيط باهي، ثم سيرفيس في جي سي بي اسمه داتا بريب، داتا بريب يخدم يو تي ال، وثم سيرفيس اسمه داتا فلو يخدم يو تي ال، وثم سيرفيس اخر اسمه داتا فيوجن يخدم يو تي ال. دونك ضربت مدري قداش من شهر كسروا لي راسي السيرفيس من حاله يخدم يو تي ال. شنو هو لو تي ال؟ لو تي ال هي اكستراكت ترانسفورم لود. هذوما سيتان اوتي بزنس انتليجنس باش يعاونك تجيب الداتا نتاعك تعمل ترانسفورماسيون الانتجريسيون نتاعك. دونك لازم تجي تفرق بين كل واحد. تعال نرجع للديتا من بعد. بون نرجع لنا. اوكي اللابور باش نخدمو عليه اليوم شنو هذا؟ مش كيما تعودتو في الفاك يبدا عندك بروجرام علاش سير مش عارف شنو تقرا بالضبط تو بتبدا جافا يقول لك ليكزاما اكزيكيتي لي البروجرام على الورق ما يجيش عيب. وحتى لي زيكزامبل اللي جبتهم في ليكزامانات والبروجيات حاجات معناها تحشم. بالكونتر القرايه مع جوجل مش كان جوجل الشركات الكبيره المحترمه في العالم بتبدا تصف اي بي ام خاطر تعمل في بوبليسيتي اوت ديتد على الاخر يخدموا بديزوتي يخدموا وعندهم برشا عباد يخدموا. بالكونتر لي جون ولاو يخدموا على حاجات انتريسونت مثلا لنا باش نحكوا باش نخدموا على ريل وورد داتا سيت فروم هيستوريكال داتا سيت. الداتا سيت هذه تاع شكون؟ تاع فلايتس اللي هي يو اس بيرو اوف ترانسبورت ستاتستكس. هذا بيرو في اليو اس يخدم ستاتستيك على ترانسبورت مش كيما في تونس ما نعرفش ترانستي وحدها وشيمي وحده وما نعرفوا حد شيء على حد شيء. في الاخر ثم كريز بيان سور ثم كريز خاطر ما عندكش دي داتا ساينتست تخدموا مع الجوفرنمون هذوك مرام العباد اللي يعملوا ذا جود ديسيجنز. مي اليوز كيس نتاعنا ماهيش على الترانسبور اون جينيرال هي نتاع الانترنال فلايتس معناها رحنا توا الا بول باش نخدموه راهو نتاع داتا هي نتاع الطيران في امريكا حاجة واو على الاخر. في تونس خايفين على الداتا نتاعهم مثلا كي نلعبوا في الكومبيتيسيون ما يحبش يعطي الداتا نتاعهم الكيران السفرة معناها ما عندهاش داتا سما وخايف عليها على نتاع ايش هذوما امريكا حتى الطيران معناها الطيارات نتاعهم والفلايتس نتاعهم باش يعطوك الداتا قبل واش اللي تخدم بها وتعمل ايش تعمل. باي ذا واي نجمو تحطوها في جوجل سيرش انجن وتلوج عليها تخرج في لايبراري جوجل عندها لايبراري بولي داتا سيت. شنو باش نبدا نعمل كونفيغوراسيون تاع بايثون ابليكيشن باش نعمل سيمولاسيون تاع ريل تايم داتا ستريم فروم هيستوريكال داتا. دونك نحنا باش نخدمو حاجه كيما ستريمينغ وفي البيج داتا باش نعملو باتشينغ وستريمينغ. باش شنو الفرق؟ الباتش كي تعمل تخدم تاسك وتحبس تخدم تاسك يا اخي. ستريمينغ اسمه على جسم عباره تفرج في فيلم داتا داخله خارجه من غير ما تحبس. شنو باش نستخدمو؟ اباتشي بي به من جوجل و اباتشي بي. اباتشي بي is an open source unified programming model
to define and execute data processing pipelines, including ETL, batch, and stream. هذا أوتي open source powerful على الآخر. أغلب الأوتي الموجودين في الماركت تاو مبنيين في الأباتشي في. مش يسهلوا برشا ديتاج سوفيستيكي. نعرفش شنو تقراو انتم سبيسياليتي نتاعكم، مي جربوا اعملوا امبليمونتاسيون تاع بروجي بيج داتا وتشوفوا لا كومبلكسيتي نتاع التاج. دونك اللي باش تشوفوه اليوم لابون تاع اليوم جوست باش تخدموه بالزوتي العاديين مش مع جوجل كلاود بلاتفورم، حبلك 6 شهر عام وفي الاخر سكي شوف في الاخر باش تجي ريزلتا خايب. خاطر نحكو على اون جاب تكنولوجي كبيره بين الكلاود بلاتفورمز والعباد تخدم ناتيف ولا العباد تخدم ديزوتي عادي. بي جات عملت جوجل بيان سور كيما اي حاجه اوبن سورس، تجي الشركات بالفلوس تتبناها وتعمل برودوي منها بالفلوس. البرودوي نتاعهم اسمه داتا فلو، كلاود داتا فلو. دونك كلاود داتا فلو يسهل الخدمه باباتشي بي. خاطر ديزوتي هذو مسيح محلاه مع الاخر، مي المانيبيولاسيون نتاعهم ماهيش سهل. Apache Beam هو أنوتي Big Data ويخدم ثم ديزوتي Big Data ديدي للباتشينج، وثم ديزوتي Big Data ديدي للستريمينج، ثم ديزوتي ديدي للبزنس انتليجنس اللي فيهم الـ ETL باللونجلي. أها في تونس قرار بالفرنسية دونك ETL Extract Transform Load. كيفاش تاو؟ Query the simulated real-time data. Donc, نحنا باش نعملو une infrastructure big data en quelques minutes. كما حكيت لكم راه تاخذ أشهر باش تخدم هذي بلاش الكلاود داتا فلو. وبعد on va interagir le data اللي عندي باش نعمل دي كويري بالبيك كويري. وقتها باش نجيو نحكيو على البيك كويري. مي كما حكيت لكم راه في وسط اللابور نرجع باش نعمل ستارت كلاود. I'm not a robot. Taxi it. Verify. هذه فازة جديدة تزيدت. This lab costs 7 credits. هذه مفروض كان جيتوا تخلصوا من جوبكم 7 دولارات. بالنسبة لي ثم دي لابو دبروا لهم access code. مي بالنسبة لكم مع DSA بجد جيدة ما عندكم new subscription. اوكي خدمت. دونك عندي سيت اب ان ريكويرمنتس لان باش تجيو توسعوا بيكم تقراوها فوق سول فو. هذيك الاولى تاع حاطكم ستيم بريباراسيون ومن بعد ما عادش تستحقوا باش تقراوها. بالنسبه لنا ما تهمنيش برشا. احسن كتاب باش تتعلموا منه داتا ساينس على الكلاود جوجل كلاود بلاتفورم هو الكتاب هذا اسمه Data Science on GCP from O'Reilly Media. هذا يخدم برشا على الكلاود. لي ريبو اللي باش نشوفوهم اليوم الكل موجودين في الجيتهاب اوبن سورس، دونك نجمو تمشو تقراو في الكود. وراو الهدف نتاع اللاب ماهوش ديفلوبمون، والهدف نتاع اللاب باش نحكيو اكثر على البيج داتا، خاطر البيج داتا هي اللي بدلت الدنيا وردت الداتا ساينس دومين مطلوب برشا وعلى ترانسفورمي الدومين نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال. اون بلوس مانيبيلاسيون سهل مش كيما ديال لابو اخرين مانيبيلاسيون مش بسهولة. هذيك اول حاجة نعملوها نعملو كوبي يوزر نيم اوبن جوجل كونسول. دونك لنا باش يجي يصنع لك جوجل ان كونت تمبورير تخدموا بيه. ساشون كان تحبوا تشتروا كونت جوجل وتعملوا دي كونت بلاش في الجي سي بي يعطوكم 300 دولار، و 300 دولار هذيك حاولوا تستخدموها بطريقة حكيمة راهم يوفوا في سعر الفلوس. بالنسبة لي لابو ديما ادخلوا الانكوجنيتو ويندو و انكوجنيتو مود في الكروم، خاطر الجي سي بي يخدم بيست يوزر اكسبيرينس في الكروم. بالنسبة لي نستخدم فايرفوكس وما كيما تراو هاني حط في الكرام وديما حطو في الانكوجنيتو سينو باش يعمل كونفلي بين اليوزر هذا الفيك بون تمبوريه واليوزر نتاعكم مثلا نتاع الفاك نتاعكم ولا حاجة. هذه هي جوجل كلاود بلاتفورم.
شو نبدأ نخدمه في الداش بالوحدة بالوحدة كلاون ذا داتا ساينس سامبل كل شيء شرطه لنا حاضر نحن جوز بشغله كوبي كله كم حاجة اسمها كلاود شيل كلاود شيل هي عبارة سي ام دي ولا باور شيل ولا اللي يخدم لينكس باللي فاريانت نتاعو الكل هذا نموذج يخدم على الكلاود مي نحن ماناش نخدمو كلاود عادي علاش؟ على خاطرش نخدمو ستريمينغ والستريمينغ لازمو كوماند لاين قوي دونك شنو باش نجي نعمل؟ باش نجيو بيتو لنا ديفولت مود تيرمينال اوكي بوست كلاود شيل اوكي السايد بار هذا ما شفتوش بوست كلاود شيل هذه تخلي لك الشيل نتاعك ماشي يولي شيل عادي يولي سوبر شيل ينجم يخدم لك ستريمينغ ساعات في حاجات كومبلكس جدا نستخدموا الكلاود شيل بالنسبه لكم انتم لابوش تستخدموا شيل عادي لنا يعمل provisioning Google resources باش يمشي يحل اي ماشين فيرتشوال في واحد من الداتا سنتر في العالم كما كنت نحكي لكم العالم قسم بليزيور ريجيون ثم المينا ريجيون ميدل ايست نورث افريكا الميدل ايست نورث افريكا اقرب دي سيرفر موجودين في الاوروب في امريكا ثم يظهر لي اربع ريجيونات فيهم الداتا سنتر نتاع جوجل ثم في الاوروب ثم في الازي هذه كي تعطوا سيرتيفيكاسيون لازم تعرفوها نحن في مينا ريجن ناخذوا يظل لي ماند بون في اللابو لنا باش نخدموا على دي زون موجودين في امريكا بالنسبه للسيرتيفيكيشن سيرتيفيكيشن فيها شويه احفاد للديتاي هذوما حتى كي تعطوا سيرتيفيكاسيون ازور ولا AWS ديما المعلومة هذه تتسألوا عليها ألوغ جوجل كما تعرفوا مسهلة الدنيا جوست نكليكي لنا يعمل كوبي وحده شنو باش نجو نعملو باش نجو جوجل في الجيت هاب حتى البروجي نتاعها دونك نحن باش نجو نهزو البروجي حاضر ومن بعد باش ندخلو للريبو تاع البروجي باي ذا واي ثم ديتيل نحاول نسهلها ثم ديتيل مانيش نسهل فيهم الداتا ساينس راهو لازم باك جراوند في الاي تي راني نشوف في برشا عباد يعملوا في الداتا ساينس وما عندوش باك جراوند قوي في الاي تي بعد البريود اللي نجم يولي يخدم داتا ساينس راهو باش يبقى ضايع في برشا حاجات دونك ماذا بيكم سيرتو مع قرايه اونليني باش تربحوا برشا وقت ما نعرفش اذا كنتوا بديتوا تقروا اونليني ولا لا مي ثم برشا فاكيتا تقروا اونليني حاولوا تداركوا معناها اربحوا شوية وقت اقراوا في النهار وعملوا دي فورماسيون في الليل خاطر بالحق الضمان ياسر متشعب ماهوش صعيب اما متشعب باش كي نخدموا بايثون العباد اللي خدموا بايثون قبل نخدموا بالفيرتوال انفايرمنت حتى مع دي لونجاج اخرين ثم الفيرتوال انفايرمنت مي بون ما نجموش في كل حاجة نحكو على الديتاي نجمو تخلو دي نوتس وبعض بعض تسألوني عليه ألو حطينا الـ Virtual Environment أكتفينا الـ Virtual Environment بيهتم شو نستعملو لي باكيج باش نستخدمه Time Zone Finder و Apache Beam Time Zone Finder كما قلت لكم العالم قاسم في زيور ريجيون هذه من الحاجات اللي باش تعمل باش تمشي تعرف الوقت نتاع البلاصه اللي انتم تخدموا فيها قريتوها في الباس دوني لا عندي برشا من قريتها دونك نسيت هكا الرولينغ ورولينغ باك وكيفاش يعمل البرزيست في لي باس حاسيلو تايم ستامب يفرق برشا اوكي تو باش نستعملو الاباتشي بي باتشي بيم اللي هو تيبي داتا يخدم باتشي و ستريمينغ و او تي ال حاسلو سيتا نوتي بارفي واحد من الناس نتيف عمري ما استخدمته نستخدمه كان مع جي سي بي زاد امازون عندها انوتي بنيته على باتشي بيم و دوما منسوب
الناس كلها تعرف اللي اباتشي فاونديشن يظل اقوى فاونديشن في اللاتين، برشا عباد يخدموا فيها يخدموا مش فلوس. اوكي test the Python data, test the Python data processing functions locally. نشوفوا اللي في شيء اللي صار لهم كرياسيون باش نحلهم. دونك open editor به الاديتور لنا مسكر. We can't load the code editor here because the py cookies are disabled. بون بالنسبة لي ديما الكوكيز مسكرهم في النافيجيتور تاعي. Without the py cookies the editor can only be used in a new window. Okay, don't come from a new window. عشان نحلو open the data science on GCP folder then go to streaming. ولنا راه جوست باغ كيوريوزيتي من احنا راه ما نستحقوش باش نمشو للي ديتاي ضمن. اوكي مازال يتحل. خلينا نقرا شوية. The plan provides a number of functions to process the historical data file. دونك نحن كي جبنا البروجي هذا جبنا الكونفيجوراسيون هذا. شنو بعد شنو نعمل؟ Next you will execute the script. السكريبت اللي باش نشوفوه الان. هذا البروجي نتاعنا. بون هو فيه برشا دي بروجي. نحن باش نمشو للستريمينغ باش نمشو للسيموليت. باش نحلو الدي 5 اللي هو في شي بايثون. باي ذا واي راهو بايثون حاجة عظيمة برشا. واحد من العباد كوديت سي عامين نلعب في لي كومبيتيسيون دي سي. بايثون حاجة واو على خير. اللي تخدموا في سي في 100 ليني بايثون يخدموا في ستار. دمهم زاد جافا العبيد اللي تحب برشا جافا لو جافا معلش تنجموا حتى تخدموا موبيل بالبايثون. دونك والاورينتيون جي زاد بالبايثون. اوكي كارت. This allows you to test and evaluate the accuracy of the code before committing the significant resources to processing tasks. بيه شنو يحب يقول لنا؟ راو ريتو اي حاجه تستخدموها في الكلاود راو باش ينحيلك فلوس، وراو سيرتو كي تخدم بيج داتا وسيرتو كي تخدم ستريمينغ واي اي راهم غاليين على الاخر. معناها ماذا بيك راو تجي تثبت في الكونفيج نتاعك سينو راو باش تخلص برشا فلوس. دونك بي كيرفو. لان ديفاين ران وذ بيم بايب لاين دايركت رانر از بايب لاين. الرانرز نتاعنا هما اللي يخدموا على البيج داتا. البيج داتا ديما ثم ماستر و سليف وعندك نودز نتاعك. شيء معليش هذي حملة. اوكي تخوى تاو لعب كمان تمشي ولا ما يريب تلي شارجينيه تاو عليش بش عمر. اوكي حطوا كنترول اف رن. هذا استر اللي باش يخلينا نخدمه بالاباتشي بيم. وهذا البايب لاين تاعنا. الكود ما تخافوش راه ما تسحقوش في الكود. حتى انا اخر باش تخدموا على البروجي هذوما الكود هذا هو نفسه جوست مثلا تبدل الاسامي اللي في شيء باش تخدم بيه. مثلا نخدموا على الفلايتس في شيء تاعنا كومبريسي تاع الايربورت. لان في خدمتكم جوست تبدلوا الاسامي تاع في شيء. Alors, on va exécuter le script. Then, Cloud Code is requesting your credential to make a GCP API call. Click authorize. OK. Narjo le console interne. Open new window. Open terminal. OK. Journal terminal. On execute the code. This will take 7 minutes. هذا اللي كنت نحكي لكم عليه. معناها رانا جينا لنا حطينا الكود طب باش نبقوا 7 دقائق. باهي الكود وقتاش نرجعوا له؟ نرجعوا له 18. شوفوا ثم اسئله ولا باي ذا واي تنجموا تسالوا.
Juste, ça m'a fait comme pareil, un de ceux-là, disait. Alors, notifications. Okay. Donc, de même, abattre un message à LinkedIn. Alors, y a des plateformes. Le plateforme d'un Google Cloud Platform, on a beaucoup des outils. Où les outils sont regroupés par catégorie. الويل هذوما ما عندهمش كاتيجوري، مثلا ماركت بلايس هي البلاصه اللي تشري منها دي زوتي، البيلين كيفاش باش تخلص، الاي بي اي سيرفيسز تخدم على دي بي اي واو على الاخر، معناها تنجم جي بي بي اي تاع اي اي تخدم لك ريل تايم اوبجكت ديتكشن وما تعمل حتى ليميت كود. اي ام اي ام ان ادمين هذه تخدم لك الارشيف الاورجانيزاسيون تاعك. سبورت هذه واحد تسالك مشكل نعمل سبورت رابيون. دونك مش في حالتك كلها باش يجيك انا جونيور جوجل. سكيورتي هي سكيورتي وانفوس هي اللي تخدم لك الكلاود هايبرد هذا نيفو افونسي بالكذا بالنسبه لنا نحن اب انجن تنجم تعمل عليه ديبلومون تاع سيت ويب كمبيوت انجن هي ماشين فيرتوال كوبرنيتيز كان تعرف الدوكر دوكر هو فيرتواليزاسيون تاع لي كونتينر ولي كونتينر هذوكم لازم النافيغاتور تاع الكونتينر باش تتحكم فيها دونك ثم الكوبرنيتيز كلاود فانكشنز بون باش تسمع برشا كلام غريب عجيب ما تحقوش باش تعرفوه جوست باش نحكيو شويه على السيرفيس باهي باش نعطو بيكويري بيكويري باز في البيج داتا موجود هكا بيج داتا داتا فلو غادي ناخدو بيتا بيكويري بيكويري شو يعمل؟ البيكويري تبدا عندك بيج داتا، البيج داتا هذيك باش تعمل عليها دي روكيت. اللي روكيت هذوكم مثلا عندك 5 جيجا، 5 جيجا تعمل لها اي روكيت بالنسبه العادي باش تبقى قارن، تنجم تمشي تفطر وترجع ونزلت الروكيت ما فاتش. في البيج كويري كيلك سكوند تنجم تعمل لك 20 جيجا، حاجه مهوله على الاخر. وباي ذا واي لو اي واحد عنده كونت جي سي بي، البيج كويري عندك كوتا ليش كل شهر. وعندك كومبيتيشن تاع بيكويري شنو راهي لكم كل جمعه تصير تربح فيها 500 دولار تساوي مليون ونص تقريكم باش حاجه دونك ان شاء الله سهلين على الاخر جوست تدخل الباج هذه تعمل تشالنج جوست كوبي كولي وكل شهر تنجموا تربحوا 500 دولار جوست تحط الريبونس تاعك لنا ولنا وسيتو بالنسبة لي مانيش باش نحل هذا باش ما تراسليش نحل الكونسيبتين تاعي و باش ما يصيرش كونفلي بين الكونت جي سي بي خاطر اذا كان تحب الكونت جي سي بي نتاعكم والكونت هذا محلول يعمل كونفلي مش بالضرورة اما تصير برشا البرايس كما حكيت لكم هاي 500 دولار دونك بون هي راه مش باش تربحوا هي كيما lottery معناها winner will randomly be selected معناها ألعب كل جمعة بس ماكسيميزي في الربح جمعة بلانيت وينكو هذا شفناه يزي بون باي ذا واي خلينا لنا نتصور فيكم باش يخدموا نوت باد بلس بلس تما شكون يخدم سبلايم بالنسبة لي نخدم سبلايم ثم شكون يخدم براكتس هذه عبارة البراكتس نتاع باي ذا واي براكتس راهم نتاع جوجل ديجا الانترفاس هذه ان شاء الله يصل البراكتس دونك لان البروجي عبارة عن هو مكان هو كلاود نحن لو عملنا كوبي كولي البروجي هذا كان يحل نيو فايل نيو فولدر حسيلو عبارة تخدم في البيسي نتاعك هذا البروجي اللي تيلي شغلناه على من جيتار سكروا لنا سكروا لنا مازال هذا ما كملش once it has completed check the file events donc juste on va vérifier que تكمل هذيك on va vérifier انه الفيشي اللي فيه الداتا قد الفيشي اللي باش نخدموا فيه شيء الريفرنس نتاع الطيارة الداتا نتاع وقتاش طلعت وقتاش هبطت الطيارة
The departure events do not contain any arrival information. You will see that the departure events have a number of blank fields represented by series of commas while travel. حسيلو هذه لازمنا نعمل عليها دي تريتمون اوتيل. This task takes 5 minutes to process one sample of 1000 or so events. دونك باش نستناو شوي. ونتنظر باش نرجعو نحكو على الداتا ساينس. الحاجة اللي بقت لنا هي الماشين ليرنينغ. كيما قلت لكم راهو الارتيفيشال انتليجنس ماهوش بارتي من الداتا ساينس، والداتا ساينس ماهيش بارتي من الارتيفيشال انتليجنس. كل واحدة وحدها. مي انا انجينير داتا ساينس لازم يفهم شوية ماشين ليرنينغ، خاطر شو يعمل بريديكسيون، شو يعمل كلاسيفيكاسيون، شو يعمل ريغريسيون، لازم يفهم شوية ماشين ليرنينغ، مي مش بالضرورة. وانا انجينير ارتيفيشال انتليجنس هو راهو اللي يعرف الالجوريثم تاع الماشين ليرنينغ. هو اللي ديفلوبي لي زالغوريثم باش يحل برشا انواع تاع دي بروبليم كيما ليمج ريكوجنيشن كيما سبيتش ريكوجنيشن كيما تصور تعرف بوستن داينامكس. بوستن داينامكس تصور اللي عاملين دي روبو يتحركوا وحدهم روبو في شكل كلب الكل طاير على الاخر هذيك راهي برونش كامله تاع بون هي ميكاترونيك اما قوتها في السيستم تاع الانتليجنس ارتيفيسيال نتاعها. ثم حاجة confusing على خطأ ثم دومين طلع اسمه data engineering. data engineering هذا لجأ AI لجأ data science لجأ business intelligence حسيلو هذا لم كل حاجة شوي سموه data engineering. الفازة مين؟ الفازة انه data science مثلا مش definition معناها مهما كان الorganism تحكوا مثلا جوجل ما عندهش certification data science certificate data science اسمه data engineering. مايكروسوفت زادت تسمي فيها data engineering. أمازون تسوي مشاهد داتا انجينيرينغ معناها نحن راهو ريال مو اللي نعملو فيه مين نحن اللي نعملو فيه لنا راهو داتا انجينيرينغ. البلاتفورم هذي اللي كنا نحكو عليها تنجم تولي فيها ان انجينير دو سيكوريتي ان انجينير كيما سيرفيسات اي ام ان ادمن تنجم تشد المينستراتور في الشركة نتاعك تنجم تخدم في نونس تنجم تعمل برشا حاجات من البلاتفورم هذا. الحمد لله كملت الانستركسيون فما تخافوش تنجم نحكي عليه هاي الوغ هذوما لي داتا نتاعنا بون هذيا اوكي دات دو فول هذه هي الدات دوفول وهي يظهر لي ريفيرونس تاع الطيار هذوما لي طون. داتا ساينتست لما كي باش يجي يعرفو لازم يعرف يعمل فيزواليزاسيون تاع لي دوني هذو معناش تعملها في دي تشات. هو بزنس اناليست ولا معناش جماعة البزنس زادا ياخدو في الامور هذايا. الداتا ساينتست لازم يخدم الانتليجنس ارتيفيسيال ياخدو ماشين ليرنينغ زاد الداتا ساينتست لازم يخدم business intelligence engineers personnellement راه الفورماسيون تاع business intelligence في داتا ساينس قريت business intelligence بعض هذا الدومين يجوا يقولنا مثلا الداتا هذه نظفها هما في الفكره اللي تفاي سموها business intelligence ثم جوجل سماها data engineering. دونك بالحق لازم واحد في الدومين الكل عنده المينيموم. إذا كانت تحسوا اللي تاني confusing هما رام confusing مش جوست إحساسكم الشخصي خاطر اللي دومين مش دوت بتاتا بعد 15 سنين تولي ثم دي ديفينيسيون ستاندر وهو بالنسبة لي ديفينيسيون راي مش تعملها كالعادة أمازون وميكروسوفت تسموها داتا انجينيرينج وفضل الحكاية. حاجة أخرى اللي حاب يعمل بزنس انتليجنس ما تهوروش وتعملوها راو دومين مش يطاح واحد من الناس عمل بزنس انتليجنس ما عاد استمع حاجة اسمها business intelligence خاطر يجيب developer يعمله formation يولي يخدم business intelligence engineer ولا يجيب data scientist ولا تاوى processing data using cloud data flow. أخيرا نخدم بلوتي big data نتاعنا
كيما حكيت لكم لنا في اللابو هذا حاجه مزيانه باش ناخذ دو زوتي واو على الاخر نتاع البيج داتا اللي هما الكلاود داتا فلو والبيج كويري. Now we will configure BigQuery and Cloud Dataflow for the project. دونك هذوما دو سيرفيس باش نربطوهم ببعضهم. ولنا هي قوة الانجينيرينغ على الكلاود بلاتفورم كيفاش تربط لي سيرفيس ببعض. بيان سور باش نجيو نهزو كوموند حاضرة. والكوموند شكون فيها ليدين تاع البروجي هذا هذا ليدين تاع البروجي. تقرأ لنا BQAML معناها BigQuery make project. طب صنع لي ان بروجي في BigQuery باش نجم نعمل به لو ريكيت SQL انتيري هو ده SQL modify شوية مي اللي يعرف SQL وقاري SQL ينجم يفهمها فاسيل مو check my progress. اوكي هذوما اول 25 بوان ربحناهم بوان تاو ديجا تعدت ساعة غير درج باش نزيدو شوية اخر خاطر ما نحبش نطول عليكم مي حتى كان ما وصلناش كملناه لابورا وسهل جوست تبعو لي زانستركسيون به هنا كوبي ذا ايربوت جيو لوكيشن فايل اذا راهي جيو لوكيشن تخيلوا تحكوها في تونس يجوك الحرس الوطني يجوك الجيش الوطني يجي الشرطة والدنيا تقوم وما تقول كيفاش عطيت الجيو لوكيشن تاع الايربورت نتاعنا وامننا القومي بون ديزولي اذا ما فلو الورك شوب تاع اي تي ما نحكيش في هذا مي هذه الحاجات اللي خلتنا في توصل للمقدمة والعباد الموجودين في الكلاب هو راه مش نفاق خاطر انتم موجودين في الدي سي دي حاجه بيرسونيل اما راه العباد الموجودين في الكلاب هم تلاقيهم ناشئين في الدنيا وما تغيروش ممكن العباد ما يعملوا في حد شيء خاطر هذاك باش يمشي يحط شهريه ويروح كيما البروفيسيونيل بار كونت العباد تبدل بالحق هو اللي يعطي من وقته باش يفورمي روحو بروشين مون ستوري وانتم زاد تفورمي عباد ان شاء الله هذوما العباد اللي عندهم المايند سيت هذي وهما اللي نستحقهم في تونس معناها الداتا ساينتست المفروض تمشي تطلب ما تقول اعطيني جيو لوكيشن تاع الايربورت نتاعنا في تونس يعني باش نخدم بها بروجي في تونس ما اول حاجه ما يفهمكش ثاني حاجه بون ثما ترند جديد مهما كانت الجملة اللي تحكيها باش يوافقوا عليها ومن بعد يتفقوا دونك لنا كالعادة نحب نتعرف الشكر لجوجل هبطت لنا الداتا سيت وبطبيعتكم كان باش تقروا الشيء هذا تشوفوا شنو معناها صعوبية انك تلقي داتا سيت للبروجي تاعك run the following command to make sure you are in the working directory جبتوها هذه عندي كومنتير سي دي سيني هذا ديما ننسى اسمه ويعطيك الدايركتوري يجي مثلا بروف يقول لك ان شاء الله ما يكون معنا حتى بروف تو يقول لك بلي في الاكزامان يعطيني كوموند تكتب بها سي دي هذيا اكسبورت جي اس يوتيل سي بي ولازم تحفظها ثم واحد الاولى تاع الكلاس ديزولي كان فيكم واحد الاولى تاع الكلاس حفظها وجيب 20 مش هذيك الاي تي انا وريته هذا الكل ما تحفظوش ريت حاطك باش تعدي زمان ماهوش باش يمدوك خاطر هذه اسمها حفاظة حفاظة بالبيان زاد خاطر ماهيش حفاظة اللي باش تنفعك في حياتك ما تخافوش منهم لي كوموند مكتوب جوست تقرا الكتاب تقرا هذا اذا كان عندكم كوراج تقرا دوكيومنتاسيون خاطر باش تولي انجينير حقيقي لازم تقرا دوكيومنتاسيون ماهوش مات ماهوش هكاي ماهوش اسيدويتي كيما يسموها في الكلاس الاولى تقرا دوكيومنتاسيون واحكي معاه عباد نتاع جماعة الاي تي وجينيرالمون ما تسمعوش كلام البروفيت جينيرالمون خاطرهم في الريجيم القديم والليجون اللي دخلوا طبعوا بالطابع القديم الكلام هذا علاش نحكي فيه خاطر اي كلوب سي با جوست اورجانيزاسيون سي با جوست معناها عندنا تاش تاع اي تي باش نعملوا لا راهي حاجه اكبر من هيك انا نحن عندنا كوميونيتي نحبوا نتقدموا بها في البلاد كانش سيليكون فالي ناجحه تلموا برشا دماغات وخويا قال لهم عملوا واش تحبوا وخلينا نتقدموا معكم دونك تو الجي دي بي نتاع كاليفورنيا بي بي الفرنسي نتاع كاليفورنيا بي بي رهيب معناها يظهر لي اكبر من المانيا خلوج عليه كاليفورنيا الجي دي بي جيرماني الجي دي بي جيرماني 3.9
وكاليفورنيا 3.2 في 2019، هذه 2018. كاليفورنيا جوست ولاية في أمريكا اللي فيها سيليكون فالي. هذوما العباد اللي كانوا في الكلوب، هذوما اللي عملوا الكلوب نتاع الايتين اللي تسمعوا بهم تاع الشيرة، جينا من سيليكون فالي زاد. وعندكم معناها راهو بالحق نحن كديجان نجمو نبدلوا العقلية. وهيك علاش ما نحبش كلمة كعاي تونسي؟ أول حاجة قريبكم في العمر، ثاني حاجة ما ثم حتى سي، وكان حل عليكم ربي إن شاء الله وحل عليا زاد مرة أخرى نرجع لأمريكا. كي تمشوا لأمريكا بي دي جي تعيط له باسمه عادي، وهذه كانت تنقص في الحواجز بين العبيد. مثلا تخيلوا جي دي جي توا، جي دي جي كارتاج اللي هي أكبر جي دي جي في تونس وفي الأفريق، البريزيدونت نتاعها اسمها نهاية. نهاية من أحلى لعبات نجم تقبلهم في حياتك، حق ما قبلتها حتى مرة. ديما وريني ما عطيت ليش مدام، ولا بون ثم شكون عطيت لها مدام خاطر برفتهم الكل. ميم تشغل في الجاب، معناها نحن ديجون عندنا مونتاليتي جديدة، نحبوا نطلعوا ايتين، نحبوا نشيخوا على ايتين تاعنا، نحبوا حتى واحد يقلقنا ونعملوا منه بروفيل. علاش نحكي في الكلام هذا؟ زاد واحدة من المبررات الأخرى أنه في الفاكيت ما همش يقروا بالكلاود بلاتفورم. كي شي قال الكلاود يعطيك ما عرفش أوبن ستاك ولا مدري شنو، دي باسي هذيك. أوكي نرجعو، بروسيس ذا داتا يوزينغ كلاود داتا فلو. دونك تو باش نعملو الداتا بروسيسينغ، يو ويل نو ديبلوي ذا فانكشن يوزينغ. ما تخافوش زاد من الأونجلي، أونجلي ساهل على الآخر. وهم راهو العباد اللي خادمين الكور هذوما أغلبهم الهند، وراو عاملين لونجلي ساهل، راو انتونسيونيلمون ماهوش بارازار. اوكي يو ويل ناو ديبلوي ذا فانكشن يوزينغ فول بايثون سكريبت ذات از كونفيجر تو ران ذا تاسكس يوزينغ جوجل كلاود داتا فلو بلا 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 بلا. انتم ماذا بيكم ديما تقروا اون ديتاي، بالنسبه لي قريتها برشا مرات. The script is configured to call Apache Beam using data flow runner. من الاخر نجو ناخذ الكود ونشوف الكود شنو في وسط اللي خدم اليونيكس، يعرف كوماند نعملو شنو نعملو، نشوف في شيء شنو في وسط الكونتنت نتاع في شيء. If you inspect the source code for this file, you will see that the run function has been changed to use Google Cloud Dataflow and also points to pre-configured cloud storage packet that contains the historical flight data text files. You must make one change to set the default version to US Central. هذه اللي كنت بحكي لكم عليها. العالم مقسم بليزيور ريجيون، كل ريجيون فيها داتا سنتر، وريجيون فيها بليزيور زونز، وهذه تفرق في اللي روكيت. كي تعمل روكيت تستخدم البي اي، ثم تون ولا تون، ثم لابس دو تون، هذاك راهو لازم تاخذوه بعين الاعتبار. مي ماهوش النيفو نتاعنا تو. Add the line region US Central just below الدولين هذوم. لا just below the line auto scaling algorithm throughput based in the list of entries of the ARIC حسيل. The change should look like this. Dev from project. The project job name save session. هاي دونك نحنا region US Central باش نزيدوها ولا لا؟ دي خاوف يا ربي ما رسلتناش نحن نكتبو فيه بيدينا. Dev run project. كي هي لي منيو هذوكم كي كذا ما عادش حبيتنا. باش نعاود ندخل في شيء.
هذاك علاش نحب ويندوز، خاطر الحاجات هذوما بسيطين فيه برشا. لينكس ولينكس بيزد سيستمز ديما عندهم فازت هذوما. مين الفونكسيون؟ هي تسمى ديف شو تشينج سيمولاتور. ديف فور بروجكت باي ذا واي، هذا موجود في الجيت هاب اللي يحب الواسع بينهم. هذا ديف شنو ضيعت عمر الاخر انا ثم اكيد فونكسيون كنترول وير از كنسل اي مش عارف وين بالك قريناها بلغات اد لاين ريجن اوتو سكيل. كوبي تكست كوبي تكست اللي عنده كونيسونس في لينكس هاي تعاونوا برشا علاش خاطر ينجم يعرف الكنترول اف في اللي في فيك تحل بالنانو وين يلوج عليه. طبعا بالنسبه لي نخدم سب لاين كنترول اف تحب عادي. دونك لنا بالحق وين يبان داتا ساينتست من داتا ساينتست. بالنسبه لي الكوموند لينكس ما نعرفهمش بالكدا، دونك تشوفوا كدا ضيعت وقت. وهذه لي كومبيتونس كنت نحكي لكم عليه. وقبل كان عندي معاه شويه لينكس، اما الحمد لله ما عادش نستخدم فيه. وديجا شفتها من ديفينيشن ران اما وفقتها. وينك التايم زون دونك اصبروا معانا شوية تنرجع فازت حلوين. بلاند عادوا نضخ بالك ما فيكم يا في الكومنت بعث لي انا مساج. اوكي حتى ما في الكومنت تعملوا ليه تبعت بهذه انت كريتر definition run project bucket data set okay if you inspect the source code you will see that the run function has been changed at Google Cloud Dataflow and also points to the pre-configured cloud storage bucket that contains the historical
clients. B, project to bucket to dataset. Project bucket dataset to les arguments. Project job name. Pozeta de punct. Project job name. Okay, add the line region US Central just below the autoscaling algorithm. Autoscaling algorithm. Then I'm adding autoscaling algorithm. Autoscaling algorithm. نرجعوا للكود المذكور. هادني فاتوكا. تشوفوا لي دو لين من تحت فيها الرانر نتاع الداتا فلو رانر. اوكي. رانر نتاع الداتا فلو رانر هذوما لي زارجيومون بالنسبة لخدم سي هذا الباك جراوند نتاع الكودينج يعرف لي زارجيومون شنو معناها اري سي و اري في. Donc, je pense bah, just below the line in the list. Ah, from now on, below, I'm at above the list below. Okay. No, I'll turn it off. I'll turn it off. ما ينفقوش بها جملة. هذه الخدمة نتاع Data Scientist. باي ذا واي هذه أكثر منها Engineer Big Data. ماهيش خدمة نتاع أما Data Scientist لازم يعرف. Look, it's not always fun. ساعات تعدي ليلة كاملة تعمل في حكاية كيما هاك. ألوغ خاصة نذكر كنترول اكس هي اللي تخرجنا من بعد نعمل بها سيفينغ كنترول اكس اند ذن اجري تو سيف ذا فايل. اوكي نعمل له اجريك وتخلي له نفس الاسم. كان جات عندي دي كومبيتنس قليل بالميكس رانا تك تك كمل. وهذا مثال من الناس الكل اكزكيوت ذا سكريبت. Okay. بالنسبة للوارنينغز نجمو نتنيو راهم ما فيش مشكل. اللي طبعا هذوما بالزرق ديما يعطيك دي رومتك والنوتس ماذا بيكم ديما تقراهم خاطر مهم ما ينفعش لان the script will complete in few seconds. The complete set of tasks has been handed off to Google Cloud Dataflow and will take 15 minutes. The initial startup phase for cloud data flow typically takes about 7 or 8 minutes. Donc هو مش يضرب على الأقل درجين جوست باش يحل السيرفيس نتاع الداتا فلو نتاع البيج داتا. وأنت تال هذه باش تكمل لازم 4 ساعة. دونك نحكيو باش نرجعوا بعد 8:30 باش هذيك تخدم. برشا وقت هذا بون التاسك هذا هو التاسك الأخر. كملنا الـ Great Big Query Dataset, copy the geolocation, process the data using Cloud Dataflow, بعد run query. دونك هذه الريزلتا فينال, هذه الـ Dataflow, هذه الـ query شنعملو run. Okay, good. Check my progress. Okay, don't ممكن في شيء هذا اللي كنت فيه أكون بعد كان هبط الفيديو على اليوتيوب عملوا مونتاج خدم بصحيح شوية صبر وكاو نحن نشوف قديش منزل من واحد
ولا اس بي 34. اوكي انو كارتاج محلها هذا monitor the cloud data flow job and inspect this data in the Google Cloud Console. Click menu and in the big data section click data flow. بيلا مش حكيت لكم على انه هذول مخصومين في sections. بالنسبه لي واخذ بين بيت وحده لا نعرف ل دي اس سي ل جي دي جي لا حد شايف ولا حد قلت اصلا مش نحل سيرفيس ما تبقى لوجه نقدرش سيناريو نجم نشوف تحلوا على هو موجود لنا data flow حبنا نحلو data flow نجرب النسخ data flow هذا الجوب نتاعنا الجوب نتاع هادشي حاط لي running باش ندخل الجوب تنهيدة كبيرة علاش؟ بسألكم علاش؟ اللي تو الجوب انفو هذا تعطيك سامري نتاع الجوب نتاعك دونك عندك سي بي يو وعندك الرام وعندك ديسك دو وتنجم تبدل اس اس دي اما اغلى فلوس بعدين عندك تو تو ماشين فيرتوال في كلاود وعندك تيب تاع الجوب كما سميناها بيلا سي هاش فور كات بون نذكرها على خاطر بون نذكرها وعندك اباتشي بيم هذوما كان يستخدموا بيج داتا باش تمشي مثلا تعمل اباتشي واحد الكل مش باش تلقى الانترفاس نتاع ذات سامرايز اول اوف ذيس كان ثينكس وزيد تنجم تعمل اي بي اي سهله على الاخر وليتو البايب لاين هذا البايب لاين هذا معناه كان يستخدم هادوب يستخدم سبارك بون خاطر جربت كان هادوب سبارك قبل تعدي شهر باش تعمل ان ديزاين نتاع بايب لاين كيما هيك في الاخر تجيك انواع واشكال نتاع لي زيرور وسورتو في تونس ما عندناش تو ثما برشا داتا ساينتست ولا بسودو داتا ساينتست مي بالنسبه لي انجينير بيج داتا اتس ريلي رير كوموديتي ماهوش موجودين برشا دونك فمش شكون ترتكز عليه باش تعلم بالحق وهذه يخدم لها في نص ساعه بايب لاين كامل عندك الايربودز عندك الفيلدز نتاعهم ديجا في شي كومبريسي نجم ما دي كومبريسي تخدم طول الفلايتس كيف كيف حتى لي زيرور يوريك وهذوما بالنوار هذوما مازالو ما عملوش ستارتينغ حتى كما مكتوب لنا جوجل كلاود داتا فلو يبقى على الاقل دراج باش تحل نحنا شنو باش نعملو باش نستناهم لي بوان هذوما يولو اخضر وهما سكيوسيو باش يولو اخضر الريزلتات باش تكون هيك تجي لنا في الجوب ستاتس باش تحط لك سكسيد علاش ثابت منها على خاطر في اللي تاش اللي قبلها اللي في شيء ما فهمش على ما جاتناش دي زيرو دونك هذه ستون كيستي دو تون 4 ساعة والجوب يمشي اوكي وهذا واحد من بعض الزوتي بيك داتا if you choose to wait for the job you must edit the queries به دونك لان عندي الكويري نتاعي باش نجي نبدل السامبل هذا يعمل الكويري في صافي تفا الحكايه سامبل هذه نتاع الايفنتس كاملين نتاع الفلايتس وهذه سامبل ايفنتس باش ما تاخذش برشا وقت مي وقتاش نجمو نرانو الكويري هذا الكويري هذا ما نجمو نرانو كان كيوفا الجوب معناها هذوما الكل يولوا بالاخر تو تعدى دراج نحاولوا نرجع نحكيو على شويه حاجه سينو كملوا وحدكم بعد جوست تشيك تاسك كويري اديتر شو هنكم كيفاش تحلوا بالكويري باش من بعد نجمو نصبوا التاسك نتاعكم بالتو الكويري نتاعكم بالكويري ديجا ريتون لي بوان الاخضر تنجم هذا بيكون اللي كنت نحكي عليه عندكم كل شهر كنت ابليش نجم نستخدموها مع الكويت لابس كل شيء ابليش من اذا كان عندكم كنت وحدكم
كل شهادة تاخد اعتبر نجيب الكويري اديتور، تعمل كوبي بيست اس كيو ال عادي، تعمل ورا هي ذيك هي الحكاية. كي تعمل ورا يعطيك ديبارتشر اللي فاتوا 15 دقيقة، واللي لوجين تاعهم سياتل، والارايفل اللي ديلين تاعهم 15 دقيقة، والديستيناسيون تاعهم سياتل. SQL عادي على الاخر، وان با سيميتي دي ريزولتا. دونك الريزولتا اللي باش نشوفوه هذا as simple as that. To summarize، خاطر ما نحبش نطول عليكم، ديجا طولت عليكم. To summarize، الداتا ساينس في برشا دي برامج، واحدة من أهم الحاجات اللي فيه هي البيج داتا. البيج داتا بحر، لازم انجينير، واحد انجينير بيج داتا باش تاخذوا فكرة بسيطة. اوكي نحطوا اباتشي بيم. كنت ناخذوا اباتشي بيم ده، عندك اباتشي فلينك، اباتشي اير فلو، اباتشي سبارك، اباتشي كافكا، اباتشي سامزا. حلو اباتشي سبارك شي حالة توتيون بانو بلي داتخ اوتي اباتشي نايف اباتشي فلوم. عندك وهذوما راهو في الفامي اباتشي بانك، يعني باش تخدم هذوما اللي بروفيسيونال في البيج داتا في الشركات الكبيرة يسحقوا حاجات كيما هكا. هذا جوست نحكيو على اباتشي. حطوا سبارك اكيد شو خرجنا مع هادوب، كل واحد عنده انجينير نتاعو. اباتشي هادوب، اباتشي هايف، حاسين بحر، وكل واحدة تخدم بلينك دوكا مع بلانت الفايس وتكومونيكي دي زابي اي مع بعضها. مدني كوريتو داتا ساينتست لازم يعرف من كل حاجة شوي، خاطر صعيب داتا ساينتست باش يكون اكسبرت في برشا حاجات في البيج داتا. اللهم هو الباك جراوند تاعو بيج داتا ولا داتا ساينتست. دونك بحال ما تخافوش منها الحكاية، كل واحد راه في الداتا ساينتست قوي في حاجة. بالنسبة لي باك جراوند بي اي، دونك كوتي بي اي نجم نخدم بيج داتا ساينتست ونخدم ماشين ليرنينغ. دونك هذوما لي دو بوان فور تاعي. بار كونتر توسكي لينكس و بيج داتا ماهمش لي بوان فور تاعي. دونك ماذا بيا ساعات في التيم نتاعي يبدا داتا ساينتست قوي في الحاجات هذيك باش تكون الحكاية متكاملة. ان بتي بوان قبل ما نكملو، اتيديون يقرا داتا ساينس وياخد دبلوم راه ماهوش داتا ساينتست. واحد من الناس حاط في بروفيلي داتا ساينتست، أما رأي كلمة كبيرة نحن نستخدم فيها توهي أتغلبية أو شفاسركم عليه. ما تنجمش تحط Data Scientist ما نقدر أني نحط عليش، ونحكي على روحي زيادة على خطر Data Scientist تان سيونس علم كامل، ما نجمش واحد يكون مولم به في عمره صغير. من لازمك على الأقل 5 سنين experience باش تنس Big Data، باش تنس Intelligence Artificial، باش تنس ما باش تنس باش عليه. بالنسبة لي قوي في الماشين ليرنينغ، اوكي قوي في بزنس انتليجنس، هذوما يردوني اكثر الماشين ليرنينغ ديفلوبر والا داتا انجينير. علاش حطيت داتا ساينتست؟ خاطر في الماركت سورتو في تونس كنت لاج على ستاج على خدمه تحطوا داتا انجينير ما يفهمهاش، وتوا هو اللي يفهموا فيها. اما يعطيك داتا شقليل، يعطيك داتا انجينير نتاع داتا انجستيون وحاجات كيما هكاك، معناها باش تنظف الداتا اللي هي اخيب حاجه معناها في الدومين تنظيف الداتا. لازمني واحد من الناس اكسبيرينس اكبر باش بالحق نولي داتا ساينتست. دونك ما تغروش بالكلمات، ديجا كي نشوفوا لنا حاط ماشين ليرنينغ انجينير وداتا انجينير، هذوما الدومين اكسبرتيز تاعي. داتا ساينتست راهي بالحق حاجه توب تاب توب. من حتى البرا زاد كي تحط له داتا انجينيري يعطيك تنظف الداتا، يعطيك تلابيليزي الدوني، معناها خدمه تاع اسكلاف. دونك بدل ديجا في الخدمه بعد كي دخلوني قالوا لي هاي باش يجي داتا ساينتست، يا ودي راني نخدم ماشين ليرنينغ. اوكي اند تو اند ماشين ليرنينغ حاجه نيش على الاخر، نيش معناها حاجه سبيسيفيك، نخدم اند تو اند ماشين ليرنينغ ما يفهموهاش. دونك كيف هو سادة التي وما شيء حتى الشيء اللي تولي ثمان دي ديفينيسيون واضحين تاع شيء يذكر. بون إذا كان عندكم أسئلة
encore jouer. Sinon, bon, là, je vois qu'on avait les camels. Alors, détache le. Ok. لو دين جوبز نزل ما كملش دابا ما والو ثلاثة خضر لكن نوار ما عاش نوار ايه سي سا كي عندو كيستيون اي حاجة نجم سميتها سينو انتم بعد وحدكم اللي تبقى الوحيدة اللي مش تبقى هي مش تمشوا للبيك كويري الانترفاس اللي تلكم مش تعملوا كوبي كولي ايه سي تو تعمل ان تيست لانه باش تجيك 100% ولا بو باش يكون باش يحط لك وحدها تشيك مارك جرين تشيك مارك اند ذاتس ات. اذا كان عندكم اسئله فازي اسالوا وما تحشموش. ثانك يو تو وسيم. بون ما دام يهب مازال معانا يهب تنجم تاخذ الكلمه. Thank you, Siri. هاو سي بون بعثت لكم دي زيميل لي ممبر الكل بعث لكم دي زيميل فيهم لاكسي الكويك لابس ليان فيه اكسي الكويك لابس و لي زيتاب في دوكيمون فيديو تابعوا لو دوكيمون الفيديو باش تنجم تكمل البروسيسوس نتاع الساينين في الكويك لابس تشيك الايميل نتاعكم لي ممبر الكل Sinon, il y a pas de question en ligne. Normalement, c'est bon, c'est ça. Car on a quand même des questions de Dédrin, le mois sort. Bon, حضروا les questions تاعكم. Apparemment, Data Flow هذا بشكمل مازال واحد باركة في الآخر بون احنا مستنيين خلوا لي الميكرو نتاع محلولين يحب يسأل حتىش اللي نكمل هذا نعمل كويري نسيتو كمل الدفع صور دقيقة حتى سي بون هذاك يكمل دونك لوتي البروسيس كان مع الاكستراكسيون الترانسفورماسيون واللودينغ والباتشينغ والستريمينغ مع البيج داتا كملوا اذا كان عندكم ايرور تخرج بالاحمر اذا كان عندكم بارتي من البايب لاين ما خدمتش باش تبقى انوار المفروض لنا جوب ستيتس حط لي سكسيد دونك نبقى نستنى سكسيد سينو اذا كان هي ما كملتش باش نهز الكويري هذا باش يخرج لي ايرور وقت الاكزيكيوتيف دونك لودينغ باتش اوكي ساكسيد بيج كويري موجودة بطبيعتها حطيتها بينا ونسيتها حط ورق باهي ريتو 136 ميجا في فراكسيون سكوند معناها تحط له 10 جيجا يبقى تروح على 4 سكوند حاجه واو على خير الهدف نتاعنا هذا التابلو هذا معناها بقي لنا نخدمو الحمد لله معناها ما قصيناش نعمل الحكايه هو هكا كمان الفلايت نمبر لوريجين تصاور اس اي ار بون بالانجلي اس اي اي اس او او اس او او هي سياتل ديبارشر تايم ديبارشر ديلي ديلي صار 43 دقيقه ديستنيشن يظن هي ايروا مانيش مثبت الارايفل تايم مش موجود لان ديبارش من الحاجات اللي يخدموها جماعه البيزنس انتليجنس والديتا انجينير مثلا ديتا منيور اللي ذي نجم في البيزنس كيس انت عارف ما يحبش حاجه كي كده كي بس خد ديتا ليفنت ديبارش ويلز اوف معناها لافيون ديكولي طارت ونوتيفاي تايم
Notification time. OK. Donc, c'est ça le résultat. Je suis venu là, je vais check my progress. On a 100%. On a une partie de colle. الحاجة الوحيدة اللي بقات نجي نعمل end lab تحط له اوكي تحط له rating دور مثلا thanks for the lab and that's it. دونك لابون تاعنا اليوم كملنا ان شاء الله يكون عجبكم اي سي تو رجع الكلمة لإيهاب ميرسي بوكو موافق على الوركشوب اللي عملتين يعطيكم الصحة يا جماعة على حضوركم إن شاء الله تطلعوا استفدتوا هذه جوست نيسيسيون داتا ساينس مازالوا دي وركشوب ودي توكس في الطريق إن شاء الله تكونوا أبقى معنا عندنا دي وركشوب في الطريق إن شاء الله يعطيكم الصحة الكل على حضوركم باي باي ريتكم زين الكل ماشي بوقتك صح. Thank you guys. Good night. Night. Bye-bye.